حصاد إخباري جديد أينما كنتم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، نبدأ معكم الحصاد بأهم عناوينه. بدعوة من رئيس الجمهورية، سياسي العراق يناقشون الرؤية الوطنية للنهوض بواقع البلاد. أزمة الكهرباء على طاولة اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعبد المهدي يؤكد زيادة إنتاجها. صد هجوم لداعش في صلاح الدين، وجهاز مكافحة الإرهاب يمشط صحراء الأنبار. الشارع يعني مليان سيارات إيرانية، لا تقدر تحكي وياهم، لا تقدر تحكي يعني أبد، يعني دولة إلهم. بدعم من متنفذين، السائقون الإيرانيون يستحوذون على سوق العمل في منفذ زرباطية، يؤكد واسطيون. أهلا بكم إلى التفاصيل، والبداية من بغداد، حيث عقدت الكتل السياسية اجتماعا وطنيا تشاوريا بدعوة من رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث المشاكل العالقة وآخر التطورات السياسية والأمنية في العراق. وبحسب بيان لمكتب رئيس الجمهورية، فإن صالح دعا قادة الكتل السياسية لعقد اجتماع تشاوري في قصر السلام ببغداد عصر اليوم الأربعاء. وأكد مراسل قناة الفلوجة أن الاجتماع شمل جميع قادة الكتل السياسية ورئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وناقش الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ومنها استكمال تشكيل الحكومة والأزمة بين بغداد وأربيل، بالإضافة إلى وجود القوات الأجنبية والخلافات الدولية والإقليمية المتعلقة بالشأن العراقي. هذا وأكدت رئاسة الجمهورية على لسان المتحدث باسمها لقمان الفيلي أن الاجتماع الوطني التشاوري بحث الوضع الأمني والإقليمي والوجود العسكري الأمريكي في العراق، مبينا أن الهدف من الاجتماع التشاور حول الملفات السياسية والحوار بين الجهات والقيادات من جميع الأطراف والمكونات. ابتداء بالحديث حول برنامج اللقاء والذي سيتضمن التقييم الوضع الأمني والمستجدات الرئيسية في حربنا ضد الإرهاب، الحديث حول البرنامج الحكومي وخصوصا التركيز على توفير الخدمات ومكافحة الفساد، الحديث عن التشريعات الأساسية الضرورية لمجلس النواب، وأيضا الحديث عن الوضع الإقليمي، وانتهاء الحديث عن التواجد العسكري الأجنبي في العراق والحوارات الأساسية في هذا الشأن. أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجود أجواء إيجابية بين الكتل السياسية بشأن استكمال التصويت على الحكومة، مبينا أن جميع الأطراف تدرك الخطأ من تأخير حسم الوزارات الشاغرة. كل الأطراف تدرك أن عدم استكمال التشكيل الوزاري خطأ، وهذا يتطلب من الكتل السياسية أن تتفق ومن البرلمان أن يذهب إلى التصويت، ونحن منفتحين لكل التطورات الإيجابية لحلحلة هذا الموضوع، سواء فيما يخص وزارة العدل أو الداخلية أو الدفاع أو التربية. نعم، أكو أجواء إيجابية، توجد أجواء إيجابية.
أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم الدعوة المقدمة من قبل مرشح الوزارة فيصل الجربة للطعن بجلسة البرلمان المخصصة للتصويت عليه في 24 من شهر كانون الأول الماضي. وقالت المحكمة في بيان إن وكيل المدعي قدم طلبا لها يطلب إصدار حكم ولائي بإيقاف التصويت على منصب وزير الدفاع، وبيّن أن المحكمة قررت الاستجابة له وذلك بقرار ولائي بإيقاف إجراءات التصويت لحين حسم الدعوة، وبيّن أن المحكمة كلفت 3 خبراء من الأدلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوة، وأكد البيان أن وكلاء المدعي بيّنوا أن الخبرة المطلوبة هي احتساب النواب الحاضرين في الجلسة وعدد الأصوات التي حصل عليها المدعي ومدة احتساب الأصوات مقارنة مع حركة الكاميرا، وهل قام مقررو الجلسة بتبليغ الرئاسة بعدد الأصوات. وبيّن أن الدعوة أجلت إلى 4 من الشهر المقبل لمنح الخبراء الوقت لتقديم تقريرهم إلى المحكمة. إذن مشاهدينا بالحديث أكثر عن تفاصيل الاجتماع الوطني التشاوري الذي عقد بقصر السلام ببغداد سيكون معنا مباشرة من هناك زميل فراس الدليمي. فراس أهلا وسهلا بك. فراس حدثني عن هذا الاجتماع، من حضر ومن لم يحضر، وأيضا أهم ما تمخض حتى الآن عن هذا الاجتماع، تفضل. نعم، يعني اليوم كان هناك اجتماع تشاوري كما وصف بدعوة من رئاسة الجمهورية من الرئيس السيد برهم صالح. طبعا حضر هذا الاجتماع أبرز الشخصيات السياسية اليوم ورؤساء الكتل. كان هذا الاجتماع بحضور رئيس الجمهورية والشيخ خميس الخنجر وأيضا السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وأيضا السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وأيضا رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي حقيقة، يعني وشخصيات أخرى أياد علاوي أيضا كان حاضرا، محمود المشداني، يعني الشخصيات البارزة في العملية السياسية اليوم حضروا جميعا إلى هذا الاجتماع. حقيقة هذا الاجتماع لربما كانت دعوته بهذا التوقيت الذي يسبق جلسة البرلمان في الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء من أجل لربما حلحلة الملفات الخلافية بين الكتل السياسية من أجل يعني إنهاء هذه الأزمة وسير عمليات جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الثاني الذي شهد فصله الأول حقيقة إرباكا واضحا ويعني لم يتم فيه تشريع أي قانون يمس حياة المواطن. وبالتالي أيضا يعني أهم الملفات التي بحثت في هذا الاجتماع وهي إنهاء الخلاف حول المرشحي الكابينة الحكومية للسيد عادل عبد المهدي. تبقى يعني لربما ما زال هناك 4 حقائب وزارية هي الدفاع والداخلية والعدل والتربية، يعني وأيضا هناك الكثير من الملفات الخلافية حول المشاريع المهمة، قانون النفط والغاز وأيضا قانون الأحزاب وأيضا قانون الانتخابات وانتخابات مجالس المحافظات. يعني هذه ملفات بارزة يعني كانت هي حديث الطاولة اليوم في هذا الاجتماع، إضافة إلى أيضا مع حضور القيادات الكردية أيضا. طيب، تم طرح ملف الخلاف بين حكومة بغداد وإقليم كردستان. يعني هذه يعني لربما اليوم سوف يتمخض عن هذا الاجتماع معالجات أو توافقات لهذه الخلافات الملفات الخلافية التي استمرت أو سبقت تشكيل الحكومة ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا بعد مرور أكثر من 100 يوم على تشكيل الحكومة. وأيضا نعم. طيب فراس، يعني هذا الاجتماع ربما هو الأوسع والأشمل بحضور كافة القيادات من قبل الرئاسات الثلاث إضافة إلى قيادة الكتل السياسية الكبرى في بغداد، وهو ربما كان أوسع منذ عام 2003 وحتى الآن. ردود الفعل في الشارع من قبل المحللين والمراقبين لهذا الاجتماع، هل سيكون ربما هذا الاجتماع كسابقاته، يعني لم يصل إلى حل المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية، أم ربما هناك ترحيب واضح من قبل المراقبين؟ يعني حقيقة
يعني حقيقة المراقبون اليوم رحبوا بهذا الاجتماع. اليوم يعني الكتل السياسية تحتاج إلى رعاية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، لكن يعني سبق الرئاسات الثلاثة هو رئيس الجمهورية أن احتضن رؤساء الكتل السياسية التي يعني اجتمعت كثيرا وتباحثت كثيرا خلال الأشهر الثلاث الماضية ولم تصل إلى نتيجة حقيقة توافقية من أجل الخروج من هذه الأزمة السياسية. وبالتالي يعني الترحيب جاء من قبل المراقبين والمتابعين للشأن السياسي بأن هذا الاجتماع الموسع لربما يعني هو فرصة لهذه الكتل السياسية أن تخرج بتوافقات من أجل حلحلة الأزمة السياسية وعدم حقيقة التزمت بالرأي، لا سيما أن الجميع يطالب بمطالب، لديه مطالب والجميع يحاول أن يستحصل على بعض الامتيازات من هذه الحكومة، لكن هذا الاجتماع يعول عليه بأن يخرج بنتائج إيجابية تسبق عقد جلسات البرلمان من أجل أن تسير بشكل سلس ويستطيع من خلال البرلمان تشريع القوانين وأن يقوم بدوره التشريعي والرقابي. نعم. إذن الزميل فراس الدليمي كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك فراس عن هذه الإيضاحات. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عن الموضوع ذاته وعن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، ينضم إلينا الأستاذ أحمد عبد الجبار عضو الهيئة السياسية في المجلس الأعلى. أستاذ أحمد مرحبا بك في حصادنا لهذه الليلة، ربما هذا الاجتماع، أهلا بك، هذا الاجتماع هو الأوسع والأبرز على الساحة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل التوافقات التي يعني جاء الجميع من أجلها ستصمد إلى حين يعني الجلسة القادمة في البرلمان العراقي لكي يعني يتم التصويت على الوزارات المتبقية، الدفاع والداخلية والتربية والعدل، وهي يعني أهم المشاكل المتبقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى جنابك الكريم وإلى جميع السادة المشاهدين. سيدي الكريم، لاحظنا في الفترة السابقة بأن هنالك عملية انجماد، هنالك عملية تشنجات، هنالك عملية إرباك في المشهد السياسي، في الأداء الحكومي، بل حتى في الأداء البرلماني وجميع المؤسسات الدولة، بسبب الخلافات في وجهات النظر، بسبب الاختلاف في كيفية توزيع، في عملية تشكيل الكابينة الوزارية التي هي كان أهم معضلة واجهت التشكيل الحكومة. بالتأكيد هنالك اليوم حاجة ماسة إلى عقد مثل هذه الاجتماعات التشاورية الكبرى التي دعا إليها رئيس فخامة رئيس الجمهورية. كما تعلم أيضا بأن رئيس الجمهورية هو الراعي للدستور وهو الساهر على حماية وأمن الدستور العراقي، وهو يتحمل جزء كبير من المسؤولية في كيفية المحافظة على مؤسسات الدولة. عقد هذا الاجتماع التشاوري لمناقشة أهم القضايا التي ربما تعرقل عمل الحكومة، التي هي تسبب إرباكا في المشهد السياسي، منها قضية تشكيل الحكومة، منها قضية الملفات التي ممكن أن نعتبرها ملفات معلقة أو ملفات تحتاج إلى قرار وطني، مثل قضية تشكيل الكابينة الوزارية، مثل قضية الخدمات، مثل قضية التواجد الأمريكي، القضية الأخرى كيفية أداء العلاقات السياسية الدولية العراقية مع محوره، مع الإقليم، مع المحاور الدول الجوار، وأيضا مع على المستوى يعني الدولي. هل سيثمر هذا الاجتماع؟ إلى الكتل هل سيثمر هذا الاجتماع؟ لأن يعني إذا ما تكلمنا بلسان المواطن العراقي فهو يعني لا يمتلك الثقة الكافية بكل هذه الاجتماعات حقيقة، بالرغم من أهميتها، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك. يعني هناك توافقات وهناك معاهدات وهناك يعني وعود، لكنها يعني لم تترجم على أرض الواقع، والدليل إلى هذا اليوم نحن نعيش في فراغ بطريقة أو بأخرى. طبعا هو حق المواطن العراقي أن تصل إليه هذه القناعات بأن عدم القناعة بالكتل السياسية بسبب الأداء الخدماتي البائس، بسبب التردي في موضوع في كثير من الموضوعات، المستشفيات، المدارس، في موضوع المياه. نحن مقتربون على شهر تموز وشهر هذا الشهر الذي تكثر فيه المظاهرات وقضية انقطاع الكهرباء خاصة في الجنوب العراقي. بالتأكيد المواطن العراقي تكون لديه هذه القناعات، ولكن هناك أيضا مسألة مهمة وهي قضية
على الكتل السياسية، على مجلس النواب، على من يتحمل المسؤولية اليوم، من هو متصدي إلى المسؤولية، هذه الأمانة الذي وضعت في عناقهم، أن يكون أدائه بمستوى هذه المسؤولية، أن يكون على المستوى التنفيذي في الحكومة، وأيضا على المستوى البرلماني من خلال العمليتين التشريعي والرقابي. لذلك هنالك اليوم يجب، عفوا، هنالك اليوم من يتحمل هذه المسؤولية من هذه قادة الكتل السياسية، الخروج بميثاق، الخروج بعهد وطني من خلال حسم هذه الملفات العالقة، من خلال حسم المواضيع التي تحتاج إلى قرار وطني، والذهاب إلى أهم، والذهاب إلى ما هو أسمى، قضية الخدمات، قضية تقديم المواطنة، قضية تقديم ما هو أسمى خلال هذه الفترة. طيب، يعني برأيك جلسة البرلمان القادمة هل ستشهد حل للمواضيع العالقة، منها الوزارات يعني المختلف عليها، ومن ضمنها أيضا العلاقة ما بين الإقليم و المركز، هل سنشهد تغيير في جلسات البرلمان القادمة على ضوء ما تحدث به زعماء الكتل السياسيون الكبار في العراق؟ يعني نحن حقيقة سمعنا من كثير من الكتل السياسية بأن هنالك الفصل التشريعي القادم سيكون هو فصل هام، لأنه سيحتوي على عدد كثير من القوانين المؤجلة وعدد كثير من القضايا التي تحتاج كما ذكرنا إلى قرار من داخل قبة البرلمان. لذلك نحن ندعو جميع الكتل السياسية وفي مقدماتهم نحن أيضا إلى حسم هذه الملفات الخلافية، أولا قضية تشكيل الكابينة الوزارية خاصة في الوزارات الأمنية، هنالك اليوم حديث كثير عن خلايا نائمة، هنالك اليوم حديث عن تشكيل بعض الجيوش الإرهابية في بعض المناطق، يجب حسم هذا الملف، ملف الملفات الأمنية. القضية الأخرى قضية التواجد الأمريكي، أيضا هذا الأمر سيادي، هذا الأمر وطني، يجب حسمه خلال الأيام القادمة. قضية الخدمات لا تقل أهمية عن المواضيع الأولى والثانية التي ذكرناها، بل هي ربما في أهم وفي مقدمة هذه المواضيع. القضية الأكثر دقا وهي القضية الأكثر أهمية ما ذكره السيد رئيس الوزراء بقضية المنهاج الحكومي الذي وعد به من خلال 3 أشهر ستقدم الوزارات الباقية منهاجا حكوميا خاصا لكل وزارة. إلى الآن نحن لم نرى هذا المنهاج الحكومي الخاص بكل وزارة. نعم سمعنا وقرأنا المنهاج الحكومي العام، ولكن المنهاج الحكومي الخاص لكل وزارة لم نطلع عليه إلى الآن. هذا يتحمله دور الرقابي من قبل مجلس النواب. لذلك على الجميع أن يمضي بقضية الحسم في هذه الملفات. إذن السيد أحمد عبد الجبار، عضو الهيئة السياسية في المجلس الأعلى، كنت معنا بالصوت والصورة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. الأخبار مستمرة. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقدت اجتماعها 3 في بغداد لمناقشة واقع الكهرباء والمشاكل الخدمية في المحافظات. الاجتماع الذي رأسه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء وحضره المحافظون ووزير المالية والإعمار والإسكان، بحث إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وخطط التنمية وتطوير المشاريع الخدمية والزراعية والخدمات في الطرق والجسور وحصص المحافظات من الموازنة. وأكد عبد المهدي ضرورة العمل على توفير الكهرباء وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن مستوى إنتاج الطاقة سيصل إلى أكثر من 18,000 ميجاوات، كاشفا عن توفير الأموال لزيادة الطاقة فضلا عن افتتاح 10 محطات في المرحلة المقبلة، إلى جانب إبرام عقود تطوير جديدة، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في تحسين الكهرباء خلال الصيف المقبل. بعد تصاعد حدة الخلافات داخل مجلس محافظة ديالى على خلفية انتخاب النائب الثاني للمحافظ بين مؤيد ومعارض، حشدت بعض الأحزاب لتظاهرات أمام مبنى المجلس للضغط والعدول عن قراره، إلا أنه لم يستجب لها لتنتهي بالفشل والانسحاب. انسحب المعتصمون من أمام بوابة مجلس محافظة ديالى وهم يجرون أذيال الخيبة بعدم تحقيق مطالبهم المدعومة من تيارات وأحزاب سياسية التي طالبوا من خلالها لأيام طويلة بمحاربة الفساد على خلفية انتخاب النائب الثاني للمحافظة. نعلن الانسحاب هذا اليوم من أمام مجلس المحافظة باعتباري فاقدا للشرعية تماما. الاتهامات وجهت من المتظاهرين لأعضاء من التحالف الوطني بقبض الثمن مقابل التصويت للنائب الثاني
وهو الأمر الذي نفي من قبل التحالف، فيما طالب أعضاء المجلس بالإفصاح عن الحقيقة مهددين باللجوء إلى القضاء ليكون الفاصل بينهم. هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة، ومن لديه هذا الكلام عليه إثبات هذه الاتهامات، وإلا سيعرض نفسه إلى المساءلة القانونية. فيما كان رأي القائمة العراقية متوافقا مع بقية الأعضاء بحقهم بالمنصب الذي غاب عنهم لعدة سنوات بالوكالة من قبل الطرف الآخر، وإنما يحصل من حالات اعتراض وشغب خارج المجلس هو فقط لمصادرة حقوق القائمة. كل الادعاءات التي سمعناها حول انتخاب نائب المحافظ الفني هي ادعاءات تفتقر إلى الوثائق والأدلة، وعلى من يملك وثائق وأدلة عليه اللجوء إلى القضاء. منصب النائب الفني هو منصب حسب التوافق للقائمة العراقية، وقد تم انتخاب السيد محمد قتيبة من خلال 20 عضو من مختلف الكتل. حرب المناصب في مجلس محافظة ديالى تحتدم بين الأحزاب والكتل السياسية، والمعركة هذه المرة على منصب النائب الثاني الذي ظفرت به القائمة العراقية. من داخل مجلس محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. كشف جهاز مكافحة الإرهاب عن قيامه بعملية نوعية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق غرب الأنبار. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن الجهاز يجري عمليات شبه يومية في صحراء الأنبار، حيث تمكن خلال الشهر الماضي من تدمير 20 مضافة لتنظيم داعش غرب الثرثار والمناطق القريبة من الحدود السورية. وأضاف أن تلك العمليات كانت بواسطة الإنزال الجوي من الطيران العراقي والتحالف الدولي، فيما أشار إلى أن التقنية الاستخبارية والتكتيكات الجديدة مكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من الوصول إلى مناطق شاسعة في عمق صحراء الأنبار. إلى ذلك، أعلنت القوات الأمنية تصديها لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش في نقاط علاس وعجير شرقي تكريت بمحافظة صلاح الدين. وقال معاون مديرية شؤون الداخلية العقيد محمد أسامة أدهام إن الهجوم نفذه 15 إرهابيا، وأسفر عن مقتل 3 منهم واستشهاد منتسب في شرطة النفط، فيما أشار إلى فرار ما تبقى منهم إلى جبال حمرين. في السياق، رفض الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون استعادة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الفرنسيين، مضيفا أن محاكمة مقاتلي التنظيم يجب أن تتم في الدول التي يواجهون فيها اتهامات. وأضاف الرئيس الفرنسي أن بلاده ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة ضد المتهمين في تلك الدول إلى أحكام بالسجن مدى الحياة. وشدد ماكرون على أن بلاده لن تقوم بإعادة إرهابي داعش من الفرنسيين بسوريا والعراق إلى أراضيها. أمنيا أيضا، طالبت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى بتكثيف الإجراءات الأمنية في بادية المحافظة لرصد حركة المهربين وتأمينها من تسلل العناصر الإرهابية. ودعت اللجنة القانونية في مجلس المحافظة الحكومة المركزية لوضع كاميرات حرارية لرصد أي تحركات تجري في بادية المثنى، مطالبة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتأمين الحركة في بادية المثنى. مطالبتنا بوضع كاميرات حرارية لرصد أي حركة تكون في بادية محافظة المثنى. طبعا هاي قضية مهمة جدا، ونضعها أمام المسؤولين في السلطة الاتحادية وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لأخذ الاستعدادات اللازمة بتأمين الحركة في بادية محافظة المثنى. طالبنا بتأمين البادية وزيادة أعداد وأفراد شرطة، وطالبنا بقوة طوارئ تكون مقرها في ناحية أبصية، إضافة إلى أعداد من شرطة القماري اللي ما لهم دور في الأهمية في الحد من التهريب، وكذلك حفظ الأمن في بادية ناحية أبصية. جددت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بمتابعة الأوضاع في الموصل
جددت تأكيدها على وجود عصابات وميليشيات تنتحل صفة الحشد الشعبي تقوم بأعمال ابتزاز وسرقة وتجاوزات. وقال عضو اللجنة النائب منصور المراعد أن تقرير اللجنة سيعرض على رئاسة مجلس النواب بداية الفصل التشريعي المقبل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل الحكومة. اللجنة تقص الحقائق عقدت جلساتها للفترة السابقة واستدعت الكثير من المسؤولين في المحافظة بما فيهم المحافظ، قائد العمليات، قائد الشرطة، الاستخبارات، الكثير من الدوائر المدنية في المحافظة. كان الحديث يتمحور حول تدخل الميليشيات والفصائل المسلحة التي تدعي بانتمائها إلى الحشد وفرض إرادتها لكسب منافع من نينوى بصورة غير شرعية. حقيقة تم الاستماع إلى إفادات كافة الأخوان، لكن كنتيجة نهائية حاليا التقرير في طور الإعداد، سوف يتم الإعلان عنه في بداية الفصل التشريعي الثاني. وهناك ناطق رسمي باسم اللجنة السيد النائب عبد الرحيم الشمري، سوف يتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان النتائج التي تم التوصل إليها، وسوف يتم تقديم التقرير إلى رئاسة مجلس النواب للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص النتائج التي تم التوصل عليها لوقف الخروقات والتدخلات في محافظة نينوى والمضي بإعمارها بدون أي تدخل وبدون أي تأثير. كشفت وثائق رسمية حصلت عليها الفلوجة عن مطالبات للوقف الشيعي تقضي بعدم التدخل بشؤون العديد من المساجد والمواقع الدينية في المدينة القديمة بالموصل في محاولة لتحويل عائدية تلك المواقع إلى الوقف الشيعي. الوثائق تكشف عن مطالبات من الوقف الشيعي لنظيره السني بعدم التصرف أو القيام بأي أعمال إعمار أو صيانة ل17 مسجدا ومقاما دينيا في الموصل القديمة. وتظهر الوثائق أسماء الجوامع والمراقد التي تحمل أسماء لآل البيت، وهو ما عده الوقف السني محاولة لتحويل عائدية تلك المواقع إلى الوقف الشيعي. هذا ودعا مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان إلى إحالة الخلافات بين الوقفين بشأن عائدية المواقع الدينية إلى دائرة الفك والعزل للبت بعائديتها. حقيقة تفاجأني يوم أمس بعدد من الكتب مرفقة معها عدد من أسماء المراقد والأضرحة التي تقع في الجانب الأيمن من الموصل القديمة، تطالب فيها الوقف الشيعي، تطالب فيها الوقف السني بعدم التدخل في هذه الأماكن وعدم الصيانة والترميمات وأن تدار من قبلهم. حقيقة نحن كالوقف السني تفاجأنا بهذا الأمر، كون أنه قبل فترة قصيرة كانت هناك مشكلة أرض الجامع النبي شيد، وجلسنا على أثرها مع مجلس المحافظة وبعض أعضاء المجلس، وخرجنا ببيان ألقاه على مسامع الجميع على الأستاذ نور الدين قبلان نائب المجلس بأن يتوقف كل شيء ما بين الوقف الشيعي والوقف السني، ولحين أن تحول الأمور إلى لجان الفك والعزل التي لها صلاحية والأحقية في أن تقول هذا الوقف الشيعي أو هذا الوقف السني. وأيضا كان هناك نفس الاجتماع مع محافظ نينوى ونفس الرأي كان في التوقف وإحالة الأمر لجان الفك والعزل. بدورنا حقيقة فعلنا كتاب إلى ديوان الوقف السني، إلى رئيس الديوان، ونسخة منه إلى محافظ نينوى ومجلس محافظة لإحالة الأمر إلى الفك والعزل كما اتفقنا في الاجتماعات، وهناك تحكيم العقل من قبلنا، وأرجو ذلك أن يكون من قبل الوقف الشيعي. تعتزم الحكومة العراقية إرسال وفد إلى إيران بشأن عمليات تهريب السلع التالفة إلى البلاد من الحدود المشتركة. وذكرت مصادر في وزارة التجارة أن الوفد سيبحث مع طهران السيطرة على الشبكات العاملة في هذا المجال، والتي تنقل بشكل يومي عشرات الأطنان من السلع المتنوعة إلى العراق. الأخبار مستمرة. كشف أحد الناجين المختطفين على يد داعش من مناطق الصحراء الغربية والنخيب تفاصيل حادثة الاختطاف وكيفية هروبه من قبضة عناصر التنظيم الإجرامي. الناجي من الحادثة وخلال استقباله من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومحافظ الأنبار علي فرحان وقائد عمليات الأنبار قاسم المحمدي قال
إن مسلحين اختطفوه مع عدد من المواطنين خلال جمعهم للكمأة من الصحراء الغربية، وبين أن التنظيم اقتاد المختطفين إلى موقع تحت الأرض، وإنه تمكن من الهروب أثناء نقلهم بإحدى العجلات بعد الاستيلاء على سلاح أحد المسلحين، وفيما أكد أن المسلحين كانوا يتحركون بعجلات ويتخذون من باطن الأرض مواقع لهم ويتحركون مستخدمين الزي العسكري، ودعا القوات الأمنية إلى مهاجمة مواقعهم لإطلاق سراح المختطفين. كنا شماية احنا بمنطقة الجديدة عرعر، دون ثلاث أشخاص بيكم يرتدوا زي القوات الأمنية تعون انهم حرس الحدود، فتشتفونا وخلونا بالبيكم وانسحبنا من العشرة للساعة 4 العصر، فخلونا مضافة جوا الأرض. ورا المغرب جونا ويانا ثلاثة أشخاص من أهل الرمادة واثنين خيم، ووراها عزلوا ذولا احنا جماعة واحنا عزلونا على صفحة. ابتدينا عجلة بيكم ورا نص ساعة حاولت انه فك ايدي، يعني افتح ايدي وتهجمنا عليهم انا واخوي وهالد جيراننا، فاخذت السلاح من عندهم بس ما ثار السلاح ما اعرف له، مرتين وما ثار، فانهزمت وبعد ربع ما ادري توجهت للوادي، وادي يسمونه الغدف، ونزلت امشي ست ايام لقيت عرب من اهل الرطبه جزاهم الله خير الجزاء استضافوني وسلموني للقوات الامنيه للرطبه. واكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان تنظيم داعش يحاول العمل على اثاره الفتنه الطائفيه وضرب النسيج المجتمعي العراقي. احنا طلاب حق ان شاء الله نوبتين والحمد لله على سلامتك، وان شاء الله تفرح بكم البركه ان شاء الله، وان شاء الله تفرح ونفرح باخوتك الباقين ويعني والرحمه والجنان لشهدائنا اللي غدروا، وتدري ذولا يشتغلون على هذا الوتر الطائفي يريدون يرجعون الفتنه. الشغله اللي كسبها العراقيين خلال حربهم ضد هذا التنظيم المتطرف، العراقيين توحدوا، ما راح نسمح لهم مرت الاخ يفرقون بين الناس. واخوتك واهلك بالانبار بريئين من هذا التنظيم، وما وبريئين من هذا التنظيم وبريئين من هذا الفكر، وتدري هم يجوز هم في فتره من الزمن جو يمكم نازحين وعذبتوهم وضيفتوهم واللي اذاهم وخرب بناهم التحتيه وقتل ولدهم وهجرهم وهذا التنظيم نفسه. من جهته كشف محافظ الأنبار علي فرحان أن مسلحي التنظيم الإرهابي يتجمعون في المناطق الصحراوية الوعرة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القوات الأمنية إجراءات سريعة للقضاء عليهم وملاحقتهم. دائما نقول أنه يعني جذان داعش بعد تحرير هذه المدن ذهبوا إلى مناطق أخرى بعيدة عن أنظار القوات الأمنية، بعيدا عن تواجد المواطنين، وأيضا بالمناسبة هي أيضا صحراء الأنبار كبيرة وواسعة جدا وفيها يعني سهول وكثبان ووديان، وبالتالي ممكن أن يعني تسمح لاقتباء عدد من المجرمين هنا وهناك، وبالتالي هناك متابعة كبيرة جدا من قبل القوات الأمنية، هناك عمليات متسارعة وكبيرة جدا منذ أكثر من سنتين وهذا اليوم. ما حصل أخيرا هو حقيقة واحدة من التي رسالة لجذان داعش يستهدفون المواطنين العزل، وهذا دليل على أنهم غير قادرين على مواجهة القوات الأمنية. أنا أعتقد هذه أيضا تسارع قواتنا، واليوم أيضا تحدثنا مع جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك الأجهزة الأمنية الأخرى لديهم معلومات عن تواجد هؤلاء الإرهابيين وأين تواجدهم. تحرير هذا المختطف اليوم حقيقة هم أيضا دليل على أنه هناك يعني سبق أمني، يعني وهناك تنبؤ انتباه كبير من قوات الأمنية، هناك ملاحقة قوية، هناك معلومات استخبارية كبيرة جدا، وأنا أعتقد الأيام القريبة جدا سنلاحقهم في عمق الصحراء. في البصرة حذر مكتب مفوضية حقوق الإنسان من تأجج أوضاع المحافظة بسبب قرار لوزارة الكهرباء
بإعادة العمل بنظام الجباية. وبحسب بيان للمفوضية فإن القرارات القاسية عادت إلى الواجهة على هذه المدينة التي من المفترض أن ينعم أفرادها بأعلى درجات العيش، محذرا من أن هذه القرارات من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على أهلها الذين يقدمون مئات الضحايا ضريبة إنتاج النفط والكهرباء وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج أوضاعها. إلى ذلك تظاهر العشرات من أهالي قضاء الزبير في محافظة البصرة للمطالبة بمعرفة مصير فرص العمل التي خصصت لأهالي القضاء غربي المحافظة. وقال مراسلنا أن العشرات تظاهروا قرب حقل البرجسية مطالبين بمعرفة مصير 327 فرصة للعمل في شركات نفطية كانت قد خصصتها الحكومة لأهالي زبير، مؤكدين أن سياسات تعسفية تمارس بحق القضاء الذي يمثل نصف مساحة البصرة ويضم 4 من الموانئ التجارية ونحو 80% من نفط البلاد، لكنه بلا شوارع معبدة وبلا مجار بحسب تعبيرهم. نبقى في البصرة مشاهدين، حيث طالب العشرات من العاملين في دائرة صحة المحافظة بصفة إداريين وفنيين وسائقين طلبوا بتوحيد مخصصاتهم مع ذوي المهن الطبية وشمولهم ببدل العدوى ومخصصات الخطورة، ملوحين بتنظيم إضراب عن العمل في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم. وأكد المتظاهرون أنهم معرضون لجميع الأمراض، وبالتالي يجب مساواتهم في المخصصات المالية مع ذوي المهن الصحية والعاملين داخل المستشفيات والمراكز الطبية، مطالبين بصرف استحقاقات سكن وتوزيع قطع الأراضي لهم والترفيع فضلا عن الخطورة. وحذر المتظاهرون من تسويف الاستجابة أو عدم تنفيذها كونها تخص شريحة كبيرة من موظفي الدولة. العمل بنظام الساعات الإضافية لسائقين الإسعاف الفوري، احتساب الشهادة العليا الحاصل عليها قبل وأثناء الخدمة. نحن منتسبين دائرة صحة البصرة نطالب من وزير الصحة أن لا يفرق بين الدائرة وبين الوزارة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أما الكادر الإداري والكادر الفني عملهم متواصل مع وزارة الصحة ودائرة الصحة. عن الشريحة المظلومة مثل باقي الوزارات، إذا كانت الحكومة أبوية وناصفة لشعبها فيجب أن تساوي بين طبقات الشعب. احنا عندنا مهمشين بان هواي شغلات، مثلا الخطوره ما حاسبينها، التسكين ما حاسبينها، يجب رفع التسكين، يجب قطع اراضي، كل واحد خدمته 35 سنه ولحد الان ما مستلم قطعه ارض. نطالب عسوه باقراننا ذوي المهن الصحيه والاطباء، لان كلنا معرضين للعدوى، الكل موظف خدمه، موظف استعلامات، العقود، الاجور اليوميه، كلهم دول معرضين للخطورة، معرضين للهيبتايتس اللي هو التهاب الكبد الفيروسي. هذه الأمراض ذات عدوى، وإحنا نطالب بحقوقنا. في محافظة واسط بدأ ذوي المهن الصحية بإضراب عن العمل واعتصاما لحين تنفيذ مطالبهم التي وصفوها بجملة من الاستحقاقات الوظيفية، مؤكدين توقفهم عن العمل باستثناء الحالات الحرجة والعمليات الجراحية. وقال ذوي المهن الصحية إنهم يتعرضون إلى الخطورة ربما أكثر من الأطباء والصيادلة بسبب التماس المباشر مع الحالات المرضية ورعايتها بشكل يومي بحسب تعبيرهم، مطالبين بصرف استحقاقات السكن والترفيع، فيما أكدوا استمرار اعتصاماتهم لحين تنفيذ جميع المطالب. نحن ذوي المهن الصحية خرجنا هذا اليوم في إضراب عن العمل أو تعليق العمل بعد الاعتصام الذي جرى قبل يومين يوم الأحد والاثنين للمطالبة بحقوقنا، بعدما بلغت حد لا يطاق التسويف والمماطلة في مطالبنا من قبل وزارة الصحة أو وزارة المالية أو رئاسة الوزراء بشكل عام، الجهات العليا المختصة. من أهم مطالب وزارة الصحية رفع التسكين، رفع زيادة الخطورة من 50% إلى 100%، نظام التأمين الصحي، نظام توزيع قطع الأراضي اللي هو لحد الآن تقريبا 11 و12 و13 سنة أبد ماكو توزيع قطع أراضي، كذلك احتساب الشهادة الأعلى دون تغيير الدرجة أو التأثير على الدرجة. خرجنا اليوم احنا اعتصام وإضراب سوينا على مود تحقيق مطالبنا، لم يتم تلبية مطالبنا من قبل
للوزير، ونرجو من الوزير رفع التسكين وتوفير قطع أراضي والخطورة ترفع الخطورة مالتنا 100% أسوة بالأطباء والصيادلة. في محافظة واسط أيضا شكا سائقو الشاحنات من سوء الخدمات في منفذ زرباط الحدود مع إيران، مؤكدين أن سائقي الشاحنات الإيرانيين أصبحوا ينافسونهم في أعمالهم وهم مدعومون من قبل الدولة. خدمات داخل المنفذ ما نهائيا، وترانسيت يعني جاي الإيراني ياخذ رزقنا. ليش؟ يعني كانت أعداد قليلة تدخل بسبب الأحزاب، يجوز بسبب هواي أمور قامت الأعداد تزيد. يعني كان مثلا يدخلن 10 سيارات أو 8 سيارات، هسه قامن 40 سيارة و30 و50 مرات يوصل عدد. هسه إذا تروح الطريق بدرة جصان كوت، بس الشارع يعني مليان سيارات إيرانية، لا تقدر تحكي وياهم، لا تقدر تحكي يعني أبد. يعني دولة إلهم، تجي الموظف حكومي يابا ليش هذا رزقنا، يقول لك هي الدولة إلهم تقدر تحكي. زين احنا علمنا نشتكي. مجلس محافظة أخذ قطع مني 125 كل سيارة، ولا مسوي لك مثل خدمات، لا تواليت لا طريق بيه حظ، تطلع هنا تطمس هنا. أبسط الأمور هسه منفذ الشلامشي الشيب ياخذ 10,000 وهنا 125، انت شو مسوي لك خدمات؟ كش ما مسوي لك خدمات. من جانبها اكدت الحكومه المحليه في محافظه واسط ضعف الخدمات المقدمه في منفذ زرباط الحدودي، مبينه ان السبب يعود لتوقف مشاريع التطوير بامر من رئاسه الوزراء. كان هناك من قبل لجنة الخدمات ولجنة المنافذ أيضا بعد اللي استحدثت أخيرا كتب صادرة إلى المنافذ الحدودية حتى يتم إكمال المشروع لمنفذ زرباطي، وأعتقد هناك مشروع محال هو ما يقارب 46 مليار ولكن لم يكمل لحتى هذه اللحظة، وأعتقد بدأ الاندثار عليه. أما داخل المنفذ الحالي هناك خدمات خجولة جدا، وأعتقد حيلة المشروع إلى شركة معينة وتسمى شركة المقتدى في المنفذ الزرباطي، ولكن مع كل أسف لم تقدم أي خدمات. تم إصدار كتاب إلى دولة رئيس الوزراء والأمان العام لمجلس الوزراء، ورد كان هناك جواب بعدم الموافقة على استمرار عمل هذه الشركة، وأعتقد كانت هناك زيارة للسيد محافظ واسط للمنفذ، وأيضا كان هناك رفض لهذه الشركة، وأعتقد تم رفض الجباية اللي هي 50,000 و15,000 جبايات. مشاهدينا الكرام مستمرون معكم في هذا الحصاد وفيه بعد قليل. فاجعة تهز القاهرة، 20 مصريا يلقون حتفهم حرقا في محطة قطار بالقاهرة. لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم في حادثة قطار مروعة نجم عنها حريق كبير داخل محطة رمسيس الرئيسية في القاهرة. وفي بيان للحكومة المصرية قالت فيه إن وزير النقل هشام عرفات قدم استقالته على إثر الحادثة. وحسب تصريح هيئة سكك الحديد إن القطار اصطدم بالحواجز الفولاذية الموجودة في آخر السكة بينما كان يسير بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حريق كبير في المحطة، فيما أعلنت وزارة الصحة عن مقتل 20 شخصا وإصابة 40 إثر الحادث. دعا رئيس وزراء باكستان عمران خان إلى محادثات مع الهند، محذرا من العواقب الكارثية المحتملة في حال عدم تحكيم المنطقة. وجاءت كلمة خان بعد إعلان بلاده عن إسقاط مقاتلتين هنديتين في مجالها الجوي وأسر طيارين، فيما أكدت الهند خسارة إحدى مقاتلاتها وإسقاط مقاتلة باكستانية في اشتباك جوي فوق منطقة كشمير المتنازع عليها في الهيمالايا. وفي إشارة إلى تعمق الأزمة، أغلقت باكستان مجالها الجوي وأغلقت الهند 6 مطارات على الأقل ومدرجا كبيرا شمال نيودلهي أمام الطيران المدني.
وفي خبرنا الأخير، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مستهل قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي عن تفاؤلهما بتحقيق نتائج بعد 8 أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة. وأعرب ترامب عن أمله في أن يكون هذا اللقاء الثاني الذي سيركز على مسألة نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية ممثلا أو حتى أفضل من اللقاء السابق. من جهته قال كيم مخاطبا ترامب: أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة يرحب بها الجميع، مضيفا: سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك. ختام الحصاد، نذكركم بأهم العناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية، سياسي العراق يناقشون الرؤية الوطنية للنهوض بواقع البلاد. أزمة الكهرباء على طاولة اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعبد المهدي يؤكد زيادة إنتاجها. صد هجوم لداعش في صلاح الدين، وجهاز مكافحة الإرهاب يمشط صحراء الأنبار. بس الشارع يعني مليان سيارات إيرانية، لا تقدر تحكي وياهم، لا تقدر تحكي يعني أبد يعني دولة إلهم. بدعم من متنفذين، السائقون الإيرانيون يستحوذون على سوق العمل في منفذ زرباطيا، يؤكد واسطيون. لهذه الأخبار ولغيرها يمكنكم زيارة موقع القناة الرسمية الفلوجة .tv ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. في رعاية الله، إلى اللقاء.